إلى تاج العافية. وأيضا لنحكي عن الالتهابات النسائية يلي يقصد فيها الأمراض الجرثومية أو حتى البكتيرية اللي بتصيب النساء البالغات بكثرة، وأيضا تؤدي إلى جملة من الأعراض، ولكن إلى أي مدى تعتبر مؤثرة على جسد المرأة، وأيضا ما هي أسبابها وما هي النتائج اللي ممكن تكون كمضاعفات للالتهابات النسائية. هذا الشيء اللي حيجاوبنا عليه الدكتور شادي خلوف الاختصاصي بالأمراض النسائية. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعطيك ألف عافية. سعد أوقاتك دكتور، أهلا وسهلا فيك، نورتنا. بداية بشكل عام وبخط عريض، الالتهابات والإنتانات النسائية. هلا يعني أهمية الموضوع الحقيقة أنه هذا الوقت هو وقت الإنتانات النسائية غالبا، يعني الصيف، البحر، المسبح، التعرق، وطبعا بسبب ارتفاع درجات الحرارة الرطوبة اللي ممكن تصيب المنطقة رح تكون مؤهبة بشكل كبير لحدوث هاي الإنتانات. غالبا يعني الصبايا والسيدات بيترددوا بانه يراجعوا الطبيب لما يكون في مشكله انتانات، بيحاولوا يحلوها بشكل شخصي بالدواء اللي بتستخدمه رفيقتها ولا جارتها ولا او مي وملح. نعم طبعا، او المغاطس اللي هي مانا دائما ضروريه او مانا بتكون احيانا الاهميه يعني. فلذلك لما بنحس انه في اي مشكله وجود مفرزات بتسبب حرقه او حكه او في رائحه كريهه، فهذا بيعني انه احنا عم نعاني في مشكله انتانيه، في مشكله التهابيه، لازم انه نراجع الطبيب بشكل يعني مستعجل او فوري، او على القليل نتصل بالطبيب نساله هاي هالاعراض اللي احنا عم نحس فيها هي اعراض جديه ولا طبيعيه، الاهميه ولا ما لها اهميه، وهل ممكن يعني او شو هو نوع العلاج، هل ممكن نقضيه بدون فحص اذا ممكن سيدات تكونوا بعاد ما له موجودين، ما في حدهم طبيب يقدروا يراجعوا. تماما. بالنسبة لأسباب الالتهابات النسائية والإنتانات النسائية، ذكرت حضرتك قبل شوي أن الجو قد يكون أحد العوامل. طبعاً. شو في عوامل أخرى قد تؤثر على الالتهابات النسائية؟ في استعداد شخصي، في ناس عندهم مشكلة مناعية، يعني ضعف بالمناعة تبعهم بسبب مثلا في أمراض مزمنة، في عندهم سكري غير مضبوط، في عندهم الأمراض المدنفة، يعني المصابين لا سمح الله بسرطان أو أي شيء مثله، بياخذوا أدوية مثبطة مناعة، زارعين كلية، هذول معرضين بشدة للإنتانات. هلا بتجي الشيء الثاني اللي هو العدوى، يعني نحن لما بنفوت بنستعمل حمامات عامة، هذا أكبر مصدر العدوى. وحتى انا بقول لهم يعني المراجعات العياده انه تعاملوا مع اي حمام مو ببيتكم مثل كانه حمام مكان عام، حتى لو كان حمام عند احد الاقرباء، عند احد الاصدقاء، لانه ممكن يكون في شخص عم يستعمل هذا الحمام وما عنده فكره انه هو عنده انتان. فالعدوى هي سبب كثير مهم، واحيانا بيكون في صار نقطه ضعف، وخاصه موضوع الفطور في النكس كثير وارد، بصير في نقطة ضعف بهي المنطقة، ويعني أي ضعف مناعة، أي قريب، أي تعرض لرطوبة رح يخلي تلجع الفطور تنكس من أول وجديد. فلذلك يعني هدول بالمختصر الأسباب ممكن يكونوا مؤهبين أكثر. تمام. دكتور، حكيت عن الأعراض حضرتك أنه ممكن يكون في روائح كريهة، إفرازات غير عادية، الألم ممكن يكون أحد الأعراض، ممكن يسبب ألم؟ الألم بيكون لما بيكون الإنتانات وصلت لمرحلة متطورة، يعني من مرحلة أشد، ويكون صار وصلنا لمرحلة شيء مسمين احنا الداء الحوضي الالتهابي. نعم. اللي هو صار الانتان مو بس مركز بمنطقة الفرج والمهبل، لا، نحن انتقلنا لصار بكل معمم بالرحم، بالبوقين، بالمبيضين، وبالتالي بالحوض كلياته. نعم. هون اكيد رح يكون في الم، رح يكون في ترفع حروري شديد، وهون انتقلنا لحالة تحتاج غالبا الى مشفى، وليست فقط الى علاج دوائي محافظ بالعيادة. نعم. او يعني وصفة تكتب وتتاخذ بالمنزل، لا، نحن بحاجة لادوية وريدية وصدات وريدية حتى يتسيطر على الحالة. تمام. طب دكتور، بالنسبة للألم تختلف عتبت الألم من شخص إلى آخر، فبالنسبة للألم شو هو الألم يلي ممكن تحسه المرأة أو أي أحد من النساء لحتى تقدر تقول إنه هذا الألم معناته أكيد في التهاب مزمن؟ هلأ بالغالب الآلام هي آلام مشابهة لآلام الدورة، يعني فينا نقول هيك، لأنه الالتهابات هي مركزة، بتكون لما عم نحكي عن الالتهاب صار داء حوضي التهابي، فالالتهاب شمل الرحم وشمل البوقين والأربطة، وبالتالي الآلام بالغالب هي آلام مشابهة للدورة، بس برافقة رفع حروري ممكن يكون شديد، ممكن يوصل للأربعين درجة ارتفاع الحرارة، وبالتالي الآلام مشابهة للدورة مع ارتفاع حرارة شديد، ممكن يصير في إقياء طبعا مع وجود مفرزات، شيء مثل حتى مفرزات قيحيه بتكون صارت. هون نحن عم نحكي صرنا عن يعني آلام شديده وعن حاله حاده
بحاجه الى مراجعه طبيب بشكل فوري، وممكن بحاجه الى قبول مشفى. يعني احنا بنتخيل انه الانترنت شويه بناخذ دواء التهاب وانتهى الموضوع. يعني حتى في اهمال ب يعني بدوز العلاج ومدته. يعني انا ما فيني اخذ احيانا لعلاج فطري يومين لقيت بلش تحسن وموقف في الدواء تمام. في مده محدده، في جرعه محدده، في علاج ممكن يكون للزوجين لما بيكون السيده متزوجه. كله هذا بده يتاخذ بعين الاعتبار. نعم دكتور، قديش ممكن تاثر هي الالتهابات او الانتانات النسائيه على الاداء الجنسي للمراه، وقديش ممكن ينتقل هي هذا الانتان للزوج؟ 100% هذا الانتان رح يكون اصلا مزعج بموضوع الجماع بشكل شديد. نعم. رح يسبب تخريش اضافي، رح يسبب انتان اضافي، رح ينتقل للشريك، ورح تصير حلقه مفرغه من العدوى. نعم. يعني السيده عندها مشكله انتانيه انتقلت للزوج، هالزوج هذا قد يكون ما حس باعراض فما عرف انه انتقلت له، نحن عالجنا السيده وما عالجنا الشريك، وبالتالي رح ترجع السيده تنكس طبعا ويصير حلقه مفرغه. فدائما وخاصه بالانتانات الفطريه لازم يتعالجوا الزوجين معا وليس واحد، ولازم يكون الزوج متعاون بموضوع العلاج، مو انه انا ما عندي مشكله، انت ما عندك مشكله ممكن ظاهريا، ولكن هو بالفعل او حب الحقيقه لا، قد يكون في مشكله مستبطنه بس الرجل ما بيحس فيها بسرعه احساس السيده فيه. طب دكتور، بالنسبه للطفح الجلدي اللي ممكن تلمسه المراه بتشخيصها لنفسها لحتى تعرف حالها تروح لعند دكتور او لا، فهل ممكن يكون في طفح جلدي؟ شو اشكاله؟ هلا الطفح الجلدي الحقيقه بيكون بالانتانات الفطريه، هو شيء مثل نحن بنسميه بالعاميه عند الاطفال الصغار هو صمام، يعني الانسلاخ او التسلخ اللي بصير بالمنطقه التناسليه وبباطن الفخذين من جهه المنطقه التناسليه، ممكن يكون شديد جدا لدرجه السيد ما تقدر تلبس ولا تقدر تمشي، ورح يكون في حكه شديده بهي المنطقه، ممكن حتى نزف دموي احيانا بيكون من المنطقه المتسلخه بشده. وهون ممكن نضطر ل يعني صادات وريديه، لادويه مستعجله، وخاصه اذا كان الانتان فطري نشوف اذا في سكري. في ناس احيانا ولو صغار بالعمر اذا في العائله سكري ممكن يكون السبب كله هو السكر، اذا مكشف احيانا السكر وجود ارتفاع سكر الدم عن طريق الاصابات الفطريه تماما. لانه بيكون عم تنكس تعمل تحليل سكر بيطلع فيه اصابه بالسكر. تمام. تاثير هي الالتهابات دكتور او الانتانات على الحمل في حال كانت المراه حامل؟ هلا بحاله الحمل نحن من اول الحمل بنحاول نضبط موضوع الانتانات، اذا في انتانات بنعالجها مبكرا، لانه حدوث الانتانات قد يكون مسبب سواء للاسقاطات سواء للولادات المبكره. يعني عم نحكي عن انتانات مهمله تطورت جدا طبعا. وهون خلينا كمان يعني نكسب الحديث بانه كمان حتى الانتانات البوليه هي لازم ننتبه لها، انتانات الهضميه التناسليه والبوليه، مناطق المهبل والشرج والاحليل هي فوهات متقاربه جدا، اي انتان باي وحده من هدول ممكن ينتقل للمنطقه الاخرى ويعمل عدوى فيها. فلذلك لازم نضبط بالحمل الانتان البولي بشكل مراقب، بفحص بول والزرع بشكل دائم المنطقه البوليه، وكذلك الشرجيه فحص براز باول الحمل، ونشوف موضوع الانتانات لانه قد يكون مسبب مثل ما عم نحكي لاسقاطات او لولادات مبكره. تماما. بالنسبه للنصائح اللي بنسمعها حول انواع الاقمشه اللي ممكن ارتدائها كملابس داخليه، هل لها سبب او هي عامل حقيقي لتشكل الانتانات؟ هلا الحقيقه يعني هذا سؤال مهم، لانه هلا بالوقت الحالي وبسبب يعني غلاء بعض او انواع من الملابس والتركيبات يعني القماشيه صرنا عم نلجا للشيء اللي هو التركيبه الصناعيه. الحقيقه القطن هو اكثر شيء ممكن يكون مفيد بالوقايه من الانتانات وخاصه الفطريه. لما نلجا للنايلون والشغلات الاخرى اللي هي تركيبات صناعيه رح يكون الاصابه اشد، خاصه لما بتكون البسه ضيقه عم تلبس فتره طويله، فهذا المنطقه بتؤدي لرطوبه بالمنطقه، فهذا رح يساعد على تشكل الانتانات اكثر. فلذلك احنا بنفضل البسه الداخليه تكون قطنيه 100%، هذا اهم شيء. هلا اذا البسه الخارجيه قطنيه هذا بيكون افضل، بس اهم شيء اللباس الداخلي يكون قطن 100%. تمام. خلينا ننتقل دكتور للحديث عن العلاج. طبعا العلاج بيختلف مثل ما ذكرت حضرتك حسب الحاله، اذا كانت بالبدايات ممكن يكون العلاج منزلي، لكن دائما يجب سؤال الطبيب. بنحكي عن العلاجات بشكل عام. هلا العلاج بالغالب خلينا نقول باكثر من 99% من الحالات هي علاج يعني ضمن المنزل، هو بادويه بصادات حيويه سواء مضادات فطريه او مضادات حيويه لهذا الموضوع، مع تقويه المناعه، دعم الفيتامينات، غسولات
اذا في اصابات بفتيه بالبيكربونات ممكن تستخدم، تحاميل نسائيه عند السيدات ممكن تستخدم، ولكن هذا كله بشرط احنا نكون محددين بالضبط شو هي الاصابه. ما نعالج فطري وهو انتان جرثومي، ولا نعالج جرثومي وهو انتان فطري، ولا نعالج واحد منهم وهو يكون انتان مشترك، ممكن احيانا يكون انتان جرثومي فطري معا. وبالتالي الفحص هو اهم وسيله ممكن يتاخذ مسحه من المهبل لنعمل لها زرع، نعمل فحص مباشر وزرع لنشوف شو هو الاصابه بالضبط لنقدر نعالجها بالشكل الامثل ونقضي عليها بدون ما تنكس فترات طويله. تماما دكتور، بدنا شويه نصائح حول الاجراءات اليوميه اللي ممكن تقوم فيها المراه كنظافه شخصيه او حتى كمتابعه حتى ما توصل لمرحله الانتانات. كثير بنسمع عن المغاطس ان كان مثلا بوفيدون او غيره وغيراته، فخبرنا عن شو في شيء لا اكثر شيء بنلاحظه نحن انه نحن عندنا اكسترا احيانا اهتمام بالنظافه الشخصيه يعني الغير ما له داعي يعني. وبالتالي نحن ما في داعي للغسول اليوميه، المي والصابون كغسيل يومي هو كافي جدا، والتنشيف الجيد جدا، تنشيف ممتاز لازم يكون للمنطقه، ما في داعي لنستعمل يعني حتى لما نستعمل خلينا نقول الفوطه اليوميه تكون من نوعيه ما تسبب حساسيه، لانه هي احيانا بتكون مصدر للانتان ولانتقال الانتان، فما في داعي لغسولات يوميه. يعني اذا سيده او صبيه ما عندها مشكله، ما في داعي لانه كل يوم استعمل غسولات من انواع شديده ومطهرات شديده، لانه هذا بحد ذاته رح يقتل الجراثيم الموجوده بشكل طبيعي للدفاع عن الجسم، وراح يعني نمنع الجلد من انه يكون عنده هي الجراثيم، وبالتالي اي انتان راح يجي ما راح يلاقي وسيله دفاع، راح يستوطن بهالمنطقه. فالمي والصابون كافي، التنشيف جيد جدا وخاصه بالصيف. انا حتى بقول لهم حتى اذا اضطرت تنشف بالسيشوار معلي، لانه اذا المنطقه رطبه هذا مجال واسع لانتقال لوجود الفطور ولانه تعيش الفطور بالمنطقه بشكل دائم. فلذلك التنشيف الجيد، المي والصابون كافي، لا داعي للغسلات المطهرات الا في حال كان الطبيب باستشارته ضروري انه تستعمل. نعم. دكتور، في غسولات او مستحضرات ممكن تكون تعمل عزل او وقايه، كثير من السيدات مثلا بيعرفوا انه هن مثلا بالمسبح ممكن يصير معهم هي الانتانات، بالبحر، باي عوامل معينه، في شيء وقائي ممكن؟ هلا انا بفضل الشغلات اللي هي اقرب للطبيعيه، خلينا نقول يعني اللي عندهم اصابات فطريه متكرره يستعملوا مره بالاسبوع حقن بيكربونات، ممكن تكون بتعدل حموضه المهبل يعني بتاخذه على القلوي اكثر، وبالتالي مستعمرات فطور ما بتقدر تنمو بالاوساط الغير حامضيه، وبالتالي هذا الموضوع ممكن يكون مفيد. بس خلي هذا الموضوع كله معلش يكون باستشاره الطبيب، ما يكون لا مبالغ فيه، يعني لا يكون صفر ولا يكون 100% طول الوقت، لانه المبالغه فيه مؤذيه قد الاهمال فيه، فنكون معتدلين باستعمالهم تحت استشاره الطبيب، وهذا بيوصل السيده للصحه التامه وحياه بدون انتان. دكتور، بدي أسألك على نقطة الرطوبة اللي ذكرتها حضرتك قبل شوي، هل الرطوبة المقصود فيها هي بس جانب التعرق اللي ممكن يكون عند السيدة، أم الرطوبة أصلاً المهبلية اللي ممكن تكون؟ لا، هلا الرطوبة المهبلية هي جزء، بس هو الجزء الأهم هي موجودة بشكل طبيعي، بس لما بتصير هالرطوبة المهبلية تحولت لحموضة أكثر من اللازم كبي اش مهبلي، هون راح يصير احتمال وجود الفطور وارد جدا. بس نحن عم نحكي اكثر عن الشيء اللي عم يجي من الخارج، يعني عن انه صار في تغسيل يومي او بشكل عادي بعد التواليت مثلا، وما عم تتنشف منطقه مزبوط، عم يضل في مي جوا، التعرق كله هذا عم يؤدي لانه الوسط عم يصير وسط رطب، وبالتالي الفطور ممكن تيجي عليه بشكل ممتاز بالنسبه لي. تماما. كل الشكر لوجودك معنا دكتور وللمعلومات القيمه اللي قدمت لنا اياها. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا، نورتنا. شكرا كثير لكم. شكرا.